المرحوم القابتشي إلى دور كبير في مدينة النجف الأشرف، يعني هو السطوة الأولى إلى بكل المسائل، إلى قرأ الذوب. أنت أصلاً الذوب يعني، لأنه صوت ملائكي. أنا بديت أتابع القابتشي يعني عمري 9 سنين 10 سنين، يعني نهاية الخمسينات بداية الستينات بديت متلهف إلى سيد كاظم. 1907 ولادة سيد كاظم القابتشي الله يرحمه. توفى رحمة الله على روح الطاهرة سنة 1963، فكان عنده يعني بعض المتابعات لقراء المقام، عنده متابعات لقراء المقام، فكان يطلع من المقامات كثير من الألحان وأنه ينشرها على قراءته وعلى المجالس الحسينية. ألحان سيد كاظم القابتشي هي من سيدة بالنجف الأشرف، ذاك الوقت كان الله يرحمه شيخ وطن بدايته يعني، وكان الله يرحم حسون الشيحان. حسون الشيحان يعتبر ملحن الدرجة الأولى بالنجف، ها، الملحن بالدرجة الأولى للألحان الحسينية. يعني من يجي عاشور، قبل عاشور بشهر زمان 20 يوم، يجتمعون كانوا بحوش عبد الحسين وبحوش وطن وبحوش سيد كاظم، يجتمعون يبدي سيد حسون الشيحان يعطيهم الألحان، يقرأ اللحن وهم يسمعون، والله يرحم شيخ عبد الحسين ينظم على ضوء ما قاله الله يرحم حسون الشيحان. حسون الشيحان نجف، ولكن وين صار؟ صار بالشطرة، قرأ الأهل الشطرة الله يرحمه، صوت رهيب رهيب يرحمه الله برحمته الواسعة. النجف لحن حزين، حسيني حزين، يعني الله يرحم حمزة أنا أتابعه أحيانا بالتسجيلات، عنده لون لكن مو لون النجف، يعني مو ذاك اللون اللي يقرؤ أهل النجف باللون الثقيل، يقرأ فد لون سريع تقريبا، سريع بنظرنا اللون سريع، بس هو بنظره لا، لحن وقديم وإلى دور وثقل. الفجري اللون الوحيد اللي اختاره سيد كاظم القابتشي أو الشيخ عبد الحسين أبو شبع رحمة الله على روحه، سيد كاظم اختاره كإداء وعبد الحسين اختاره كنظم، يعني هم اثنين هم هيئوا اللحن الفجري، سيد كاظم القابتشي الله يرحمه وعبد الحسين أبو شبع هيئوا الطريقة الحسينية. ولكن أيضا الأمير المؤمنين، ليلة وفاة أمير المؤمنين أيضا يقرون الفجري اللي هو الله يرحم سيد كاظم القابتشي، من بعد إجا شيخ وطن أيضا أخذ يقرأ الفجري. يعني مثلا نجي إلى ليلة القاسم عليه السلام، القاسم بن الإمام الحسن عليه السلام، فتلقى الوادم ذاك اليوم ملبس وتهيؤ للفرحة، يعني هو حزن لكن يعبرون عنه أنه كفرحة، هاي يوم القاسم، الألحان كانت للقاسم إلها دور، زائدا يوم علي الأكبر أيضا النوب يبدي الحزن، فليلة الطباق ويوم الطباق لا، يصير النوب اللحن شجي إلى أبعد الحدود. الله يرحم شيخ عبد الحسين كان ينظم القصائد الحزينة، يعني كثير من القصائد الحزينة الله يرحمه. ثلاثة سيدوا على مدينة النجف بالألحان، ما صار واحد مثلهم. أول واحد الله يرحم عبود غفلة، زائداً النوب إجا الله يرحم شيخ عبد الحسين أبو شبع، وبالوقت الحاضر سلط على القضية صباح أمين. صباح أمين الآن من ينظم القصيدة يذوب الصخر، الوليان وين لضيعين الوليان وين لضيعين زينب تنادي قطعتوا كلكم بيني وين الضيعين. هاي القصيدة القعدة. النوب الله يرحم سيد كاظم قرأ قصيدة اللطم، لا تودعني لا تضيعني تعفنا بطاف كربلاء من يحاميني.
حومت الميدان تتعب وتصعب أعلي ذي حارب وماي ما يشرب ليش ما يحسين للنهار تقرب بهالعطش تاردون تنزلون الكون وهاي خلي مصويله اشقلت يا ابن أم.